أحسن الله إليكم. في سؤالهم الآخر يقولان: إذا عثرت على ذهب ولم أجد صاحب الذهب ماذا أفعل؟ عليك أن تعرفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف علامات الذهب والصفات الفارقة له عن غيره، ثم تنادي عليه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الحكم للقطة. نعم.